المحامي فريد غانم رئيس مجلس المغار المحلي، يسعد اوقاتك. اهلا بك استاذ كمال، مثلا اليوم رئيس بلدية شغال. رئيس بلدية المغار من اليوم، مبروك اخبارك اليوم من قبل وزيرة الداخلية أيادة شكيد الاعلان عن المغار كمدينة. نعم هي يعني انا سابقا لكن اليوم وقعت على امر تحت المغار المدينة، وقعت برنامج خلال اجتماع في 9 شهور مع رؤساء السلطات المحلية والمسلمين والشركية، وطبعا سنقوم ب يعني باحتفال بالمغار بحضور المسيرة وآخرين، والقريب سنرتب الموعد مع المسيرة خلال أيام. أبو قاسم، كيف جاء هذا الإعلان وفي أي إطار؟ أولا مبروك للمغار كلها والآن المغار جميعا. جاء هذا القرار بعد توصية اللجنة الجغرافية شهر 2/2021، كان هناك مباحثات مطولة ومتعمقة، هناك معايير وهناك شروط يجب استيفائها، كان هناك اجتماع مطول جدا هذا الخصوص في وزارة الداخلية في البصرة قبل عامين تقريبا. يعني ما هي المواصفات التي اتخذتها وزارة الداخلية والتي خولتها للإعلان عن المغار كمدينة؟ هنالك شروط ومعايير قانون ينص عليها، مش الوزارة وإنما هذا القانون. فمثلا قضية التطوير الاقتصادي، قضية القضايا المالية، قضية مالية وكذلك المجلس المحلي، الإدارة المالية، قضية القوانين المساعدة، توفير مداخيل إضافية للسلطة المحلية، مداخيل ذاتية ما يسمى غير المداخيل العادية للحكومة وغيره. طبعا فحص الامور، استوفينا تقريبا كل الشروط. اللجنه اوصت وزير مصادقه على المغار مدينه، اخذ السنه كامله حتى قدمت توصياتها، التوصيه كانت بالاجماع، ولكن بسبب الظروف السياسيه وعدم وجود حكومه مستقره ارجي اتخاذ القرار حتى تشكيل حكومه جديده. توجهنا الى ايادة شكيد، باركنا لها منصبها كمسيره وطالبنا، وطبعا اجرت بعض الشيء نوايا طيبه، كانت تفعل كامل شيء احتفالي، اليوم كان شيء مفرح، ولكن سنقوم باحتفال بعدما ننسق مع مكتب الوزيره. طيب ماذا يعني ان المغار اصبحت مدينه؟ وماذا سيتغير من ناحيه مكانه المواطنين وواجباتهم؟ وهل ستزداد الضرائب المطلوب دفعها من المواطن للبلديه؟ نعم هذا السؤال يتردد وهنالك اشاعات. تعريفه الارنونه مثلا لا تتغير، ليس لها علاقه باسم البلده مدينه او قريه. ما في اي غلاء او رفع اسعار الارنونه. وامر اخر هو الميزانيات العاديه وما يسمى هبات الموازنه التي تمنحها وزاره الداخليه للسلطات الضعيفه مثل المغار لا تتغير بتحويلها الى مدينه، لان المعادله هي عدد السكان في الاساس والوضع الاقتصادي الاجتماعي للمواطنين. فهناك ليس هناك تغيير، التغيير هناك بعض التغييرات في القانون، ان قانون البلديات سيسري علينا ويختلف في بعض البنود عن قانون السلطات المحليه. والامر الاخر هو قضيه استخدام او استغلال او تشهير هذا الاسم مدينه من اجل الحصول على ميزانيات خاصه واجتناب اصحاب الاموال، وايضا اقناع المواطنين بان السلطه المحليه مهما يكن اسم رئيس المجلس واعضاء المجلس في نهايه المطاف هي مؤسسه في خدمتهم، وارجو انه تعود الى المدينه ان يغير من السلوك تجاه السلطه المحليه. ما هو السلطه المحليه تجاه المواطنين بعد استخدام موقعنا كمدينة نستطيع أن نحول المغار ليس فقط إلى مدينة عصرية وإنما إلى مدينة أفتخر بها من أجل أهل المغار. ما هو شعورك الشخصي من هذا القرار كرئيس للبلدية؟ شعوري أنا سعيد جدا، طبعا سعينا إلى ذلك، والحقيقة تاريخيا أن المجلس السابق تقدم في العام 2015 طلب هذا الخصوص، لم يستوفي المجلس كل الشروط فرفض الطلب، وقررت اللجنه حينها انه يكون بحث بعد 6 أيام تقريبا، وكان بحث طبعا عملنا على تحسين كثير من الامور وحتى نستوفي الشروط والمعايير، وفعلا كان هناك بحث متعمق مع عرض على الشاشه من كل المجالات، واقتنعت اللجنه التي اوصت بانه المغار تستحق استوفت
نعمل بمسؤوليه كبيره جدا بجهود اكبر اجل تحقيق المغار الى مركز اسم ليس فقط الاسم وانما المضمون والشكل وكل. شكرا جزيلا لك ابو قاسم على هذا الحديث والف مبروك.